كما شاهدنا في التقرير مشاهدين ملامح من هذه المزارع النموذجية، تفاصيل مختلفة برفقة ضيفنا الكريم. أرحب باسمكم من جديد أيضا بالمهندس هيثم الخنجري. مباشرة ندخل في هذا المشروع ونعرف المشاهد أيضا بماهية هذا المشروع الذي يقام على مساحات اقتصادية أيضا. مثل ما شاهدنا في التقرير، طبعا هو المشروع عبارة عن إنشاء حقول تجارية بمساحات اقتصادية. نقصد مساحات اقتصادية بأن يتم يعني الزراعة على مسافات مثالية بهدف طبعا تعزيز الأمن الغذائي. نعم، يعني تعزيز الأمن الغذائي هو واحد من هذه الأهداف. نعم. من ضمن منظومة أهداف تسعى نعم. الوزارة إلى تحقيقها من خلال هذا المشروع. نعم. نعرف المشاهد بهذه الأهداف. طبعا من أهم أهداف هذا المشروع هو تعزيز منظومة الأمن الغذائي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى أيضا إيجاد دخل جيد للمزارع العماني ورفض الأسواق يعني منتجات من الأصناف اللي تم ذكرها في التقرير بذات نوعية جيدة ومتميزة، بالإضافة إلى أنه يكون عندنا مزارع نموذجية مثل ما ذكرنا للأصناف المختلفة من النخيل والليمون والأنبة. نعم، يعني ربما سؤال يتبادر إلى ذهن المشاهد، لذا ماذا تم اختيار هذه الفاكهة على وجه التحديد؟ طبعا بالنسبة لمحصول نخيل التمر، مثل ما نعرفه وارتباطه الوثيق بالإنسان العماني منذ القدم. يعني النخيل التمر يزرع في عمان منذ أكثر من آلاف السنين، فهو يدخل في نسيج الوطن والمواطن مثل ما نقول. أيضا بالنسبة للنخيل، هو يعتبر من المحصول الأول من حيث المساحة والزراعة، فالإنسان العماني مهتم به. أيضا الأشجار المانجو أو الأنبة والليمون أيضا موجودة منذ زمن بعيد. طبعا احنا في المرحله الاولى للمشروع تم اختيار هذه الثلاث اصناف لفائدتها الاقتصاديه، بحيث انها ترفد السوق مثل ما ذكرنا باصناف ذات جوده ونوعيه. طبعا السوق يتوفر فيه منتجات كثيره من هذه الثلاث اصناف. طبعا احنا بالاضافه ايضا عندنا يعني محاصيل اخرى نهتم بها كالعنب والاصناف الاخرى، لكن احنا ركزنا في هذا المشروع أن يتم زراعة ثلاث أصناف الرئيسية. نعم. يعني المشروع راح يقدم فوائد كثيرة، من راح يستفيد من هذا المشروع المهندس؟ نعم، بالنسبة طبعا لهذا المشروع راح يستفيد منه الشركات وأيضا المزارع نفسه. راح يدر دخل جيد للمزارع. طبعا مثل ما نعرف الآن نحن في الزراعة الحديثة أو في التسويق الحديث، هو الآن يتم تسويق الكيف وليس الكم. صحيح. وبالتالي في هذه المزارع النموذجية يجب أن يكون هناك لدينا كيف بنوعية جيدة. طبعا اللي يستفيد منه هذا المشروع مثل ما ذكرنا اللي هو المزارع نفسه يدر له دخل، بالإضافة بالنسبة للنخيل يعني نحن الحكومة الآن بدأت في إنشاء شركات لتعبئة وتغليف التمور. أيضا تم إنشاء الشركة في 2019، حاليا في مرحلة البنية الأساسية وبناء المصانع والمراكز التجميع. فبالتالي احنا ايضا ضمن استراتيجيتنا نعمل مشاريع ترفد هذه المصانع بنوعية جيدة لتساهم في التصدير ايضا. نعم، يعني الشركات والمزارعين راح يستفيدوا من هذا المشروع. طيب آلية اختياركم للمزارعين، نعم، على اي اساس ستتم؟ نعم، طبعا بالنسبة لآلية اختيار، قبل آلية اختيار طبعا الوزارة نشرت إعلان في الصحف المحلية وفي مواقع التواصل الاجتماعي. ممتاز. في شهر سبتمبر من العام الفائت، بحيث وضعت بعض الآليات أو شروط معينة، بس يعني هي شروط عادية بالنسبة للراغبين أو المزارعين الراغبين في تنفيذ المشروع بالتعاون معهم. من أهمها طبعا يكون المزارع عماني، يكون لدى المزارع حيازة زراعية، زراعة يعني حيازة قانونية، الالتزام بالمسافات، وأيضا وجود يعني مياه ري متوفر في المزرعة، وأيضا نوعية معينة من مياه الري بحيث أيضا تتناسب مع أنواع المحاصيل المذكورة. ممتاز. نعم. يعني ذكرت في بداية حديثك أن المشروع يقام على مساحات اقتصادية. نعم. طيب ماذا يتضمن هذا المشروع لو نتحدث بصورة أوسع؟ نعم. بصورة أقرب بالنسبة للمشاهد الكريم. طبعا بالنسبة للمشروع اللي تكون من ثلاث عناصر مثل ما ذكرنا. بالنسبة للنخيل التمر، تم زراعة تقريبا 7300 فسيلة عن طريق 26 مزارع اشتركوا في هذا المشروع.
هذه المساحة طبعا هذه الأعداد زرعت على مساحة 730 فدان، عفوا 112 فدان. راح نتوقع أنها تنتج ما يقارب 730 طن من التمور، تقدر قيمتها ب 365 ريال عماني. نعم، طيب ما هو المؤمل أن يخرج به هذا المشروع بعد سنوات إعداده بشكل صحيح؟ نعم، طبعا أنا أيضا المكونات الثانية اللي ذكرتها غير النخيل، أيضا عندنا أرقام بالنسبة للمانجو، أيضا تم زراعتها عن لثمان مزارعين بالنسبة للأنبة على مساحة 223 فدان. بالنسبة للليمون تم زراعتها عند 10 مزارعين بمساحة 112 فدان. طبعا نحن من المؤمل بالنسبة لهذا المشروع أنه مثل ما ذكرنا أنه راح تنتج عندنا أنواع جيدة من المحاصيل. نعم، طيب كسؤال أخير، المراحل الزمنية لهذا المشروع بدءا من تدشينه مؤخرا قبل أيام. نعم، بالنسبة للمحاصيل هي تختلف، مثل ما نعرف أن محاصيل الفاكهة تحتاج فترة تأسيسية في خلال 3 سنوات الأولى من الزراعة، تحتاج إلى عملية يعني تربية، ومن ثم يبدأ الإنتاج في السنة الرابعة أو السنة الخامسة، فيستمر حتى يعني إلى عمر طويل بالنسبة لأشجار الفاكهة. فنتوقع أن الأرقام اللي تم ذكرها في التقرير واللي تم ذكرها أن تتم خلال السنوات اللاحقة من المشروع، وترفد السوق والاقتصاد الوطني أيضا بهذه الأرقام. كل التوفيق لكم في هذا المشروع المهم أيضا في تعزيز منظومة الأمن الغذائي في السلطنة. شكرا على وجودك اليوم في استوديو برنامج من عمان، المهندس هيثم بن بدر الخنجري مدير دائرة النخيل بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، سعدنا جدا بك. شكرا جزيلا، وشكر موصول على تلفزيون سلطنة عمان لاهتمامهم لأنشطة وزارة الزراعة. شكرا جزيلا. ونتواصل معكم مشاهدينا الأحبة في أمسية الليلة بعد الفاصل، هنالك متابعات، ابقوا معنا.